ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكلام علي بن أبي طالب الذي رواه البخاري تحت التبويب الثاني: ما أنت قال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يبقى إذا كان هناك شيء مستغرب وجاءت أدلة تنصره في الشريعة وأنت تريد أن تفشيه في الناس، فمهد، مهد لهذا الحكم. ليه؟ حتى لا يقع الناس يقولون هذا كذب فيكذبون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده معنى كلام علي بن أبي طالب: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يبقى إذا كان هناك شيء مستغرب يبقى نوهد له. زي بالضبط إيه؟ كقصة يحيى ابن زكريا وقصة عيسى عليهما السلام، عليهم السلام، يحيى وزكريا وعيسى عليهم السلام. قصة يحيى وأبيه زكريا عليهم السلام تأتي دائما في القرآن قبل قصة عيسى. ليه؟ يعني مثلا أبسط سياق للقصتين ورد في سورة مريم، لما طلب زكريا عليه السلام من ربه تبارك وتعالى أن يهبه غلاما، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فقال الله عز وجل له: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قصة عيسى عليه السلام أو مولده لا نظير له، كمولد آدم، كخلق آدم، عفوا، كخلق آدم مولد عيسى عليه السلام لا نظير له، أن يولد إنسان بلا أب. فده شيء مستغرب. فمهد لمولده بولادة يحيى، لأن مثلا إذا المرأة كان سنها 80 سنة أو 90 سنة وكان الرجل كذلك أو أعلى سنا من ذلك، فقد استقر في أذهان جميع الخلق أن مثل هذه المرأة لا تلد. قد الرجل لكن المرأة لا، لأن المسألة مرتبطة ببقاء الحيض، فإذا انقطع حيض المرأة انقطع نسلها. فلما يكون المرأة سنها 80 سنة 90 سنة 100 سنة فقد علم الناس جميعا يقينا أنها لا تلد. فإذا ولدت المرأة في هذه السن ضرب الناس كفا بكف وقالوا إن الله على كل شيء قدير، ويعتبرون هذه معجزة من المعجزات. فإذا جاء بعدها مباشرة ولادة إنسان بلا أب فقد قربت المسافة، يعني لن يكون هناك إنكار كامل. ممكن واحد يقول لك: يا أخي طيب، طب ما المرأة كان سنها 80 90 سنة وولدت، أنت مستغرب ليه
أن يولد إنسان بلا أب. يبقى المسافة إيه؟ المسافة الرابط ما بين الحادثتين. ولذلك جعل الله عز وجل قصة يحيى قبل ميلاد عيسى. عشان إيه؟ عشان المعنى يبقى متصور، يبقى الإنسان خلاص لا ينكر إنكارا كاملا ويقول أنا لا أصدق شيئا من هذا وكده. يبقى إذن نستفيد من وجود قصة يحيى قبل قصة عيسى عليه السلام أنه إذا كان الحكم مستغربا فينبغي أن يمهد له.